ترند حاليا دلوقتي الدنيا مقلوبة، الصحافة العالمية المحلية العربية، صلاح أبدى موافقة على الانتقال للاتحاد السعودي. مبدئيا كده طبعا الأسئلة تطول وتكتر قوي في الموضوع ده، انت ايه رأيك اصلا؟ الحقيقة ان انا ماليش رأي كمواطن مصري. لسه، بس انا واحدة واحدة. الاول عشان كل الناس اللي عايشة حياة صلاح وعايشة في بنطلون صلاح تطلع بره البنطلون، حلو، لانه في النهاية صلاح هو المسؤول عن نفسه، وهو اللي صنع نجاحه بقراراته بعقليته باختياراته باجتهاده موهبته وتركيزه وكذا. فبالتالي مش هنيجي النهارده احنا اللي نقول له بس بقى ستوب، احنا اللي هندور لك حياتك، او احنا اللي هنقول لك ايه الاصلح، او نقول لك ايه المفيد ليك وايه اللي مش مفيد. اتفقنا؟ هو انا اتفقت معاك لكن انا مش موافقه. ما براحتك، بس انا بقول لك انه رايي انه الناس تطلع بره بنطلون صلاح وتسيب صلاح ياخد قراره لنفسه بنفسه. ليه؟ لانه اولا صلاح مش عيل صغير طبعا، الكلام ده، لو احنا بنتكلم على ولد 18 سنه 19 سنه فنقول لا ما عندوش خبره، ممكن يضيع موهبته في ده، زي ما في لعيبه كتير في السن ده باختياراتها الغلط ضيعت موهبتها. ومش عايزين نقول مين زي كده، ابو الطموح حموده. ما فيش داعي حلو؟ نكمل. حلو؟ حلو. فهنقول نقص خبره، زغلله فلوس، ما لسه ما ما ما, ما عقليته الاحترافيه ما نضجتش. بس الكلام ده ما بينطبقش على مين؟ على صلاح طبعا. على صلاح، ده احنا بنقول ان هو اللي علمنا يعني ايه عقليه احترافيه، وهو اللي علمنا يعني ايه قرار، ويعني ايه الهدف، ويعني ان انت تركز وطموح وتوصل له صح؟ فما ينفعش دلوقتي نيجي اللي علمنا نعلمه ننزع منه الصفات دي لانها موجوده فيه. وكبرت ونضجت. فبالتالي هو الاولى والاحق باتخاذ قراره ومصيره. حلو؟ حلو قوي. نكمل بس بعد ما اقول لك حته على الجزئيه دي. اتفضل. على فكره هم الناس مش بيتكلموا اساسا في مبدا الاحتراف تماما. هقول لك بيتكلموا في اي مبدا بالظبط. صلاح ياخد قراره زي ما هو عايز، هم بيتعلموا منه، هو النموذج، هو القدوه، هو الامل. تمام؟ فعشان هو الامل ففي كتير من المصريين شايفين انه صلاح كمل لان لسه في امل وفي ارقام قياسيه ما اتحققتش في اوروبا، والمشروع السعودي في اوله. تمام. لسه ما احناش عارفين نتيجته، واحنا كلنا ربنا عالم احنا بنتمنى النجاح له علشان اوروبا كلها تلتفت انظارها للشرق الاوسط. لكن هي الناس زعلانه على الامل ده. تمام. بس ده اللي انا بس عايز اوصله. كملي بقى. ماشي. الامل انه يحصل ايه؟ ان دايما ينجح صلاح ويفضل هو محطم يعني كل الارقام القياسيه لحد البالون دور. في الارقام القياسيه فين؟ في كل البطولات. لا مش حقيقي. حلو قوي. على فكره انا كلامي قد يفهم منه ان انا مع انتقال صلاح للاتحاد جده. لا احنا لسه خالص. عايزين نعرف رايك. خالص انا لحد دلوقتي لسه بقول انه يا جماعه سيبوا صلاح ياخد قرار. بس ده كل كلامي صح؟ اه. ما جبت سيره ان انا مع هنا ومع هنا. انا مع ان احنا نحتكر الراي، او ان احنا نحتكر صلاح، او ان احنا نبقى اوصياء على صلاح. ده اللي انا ضده. طب ما نقول ان ده ابداء راي من الجمهور مش اكتر. لا لو ما هو في النهايه صلاح هو اللي هينفذ. لو يعني دخلتي على السوشيال ميديا وشفتي الناس والمواقع كمان ورياضيين بيطلعوا يقولوا كلام في التلفزيون، في حاله احباط فعلا. مش ماليش دعوه باحباط ولا مش احباط، بس اللي بيحصل مش ابداء راي، ده نوع من انواع الوصايا. في واحد انا سمعته امبارح، ايه اللي انت بتعمله ده يا صلاح؟ يا نهارك اسود، ده لاعب كبير. اه لاعب كبير معتزل. لا لا ده مرفوض طبعا. مش بس سيبك مرفوض ولا مش مرفوض، يعني انا عايز اقول له خلاص نكمل. في مثل كده ما ينفعش. لا نكمل. كنت مفعد نفسك يعني لو عقليتك بتاع كذا، ده انت اخرك كنت بتنتقل بين ثلاث اربع انديه مش فاكرينهم. انت اللي طالع تقول لي صلاح دلوقتي، ايه التفكير ده يا صلاح؟ وايه العبط ده يا صلاح؟ انت اللي هتقول له. ما يمكن عشان مر بتجربه سيئه ونتائجها سيئه. ما يا ستي ما يمر اللي بيمر بيه، هو حر. بس انا قصدي ان مش هنيجي دلوقتي نتأستز على صلاح. تمام. مش هنيجي نتمريس على صلاح. تمام. مش هتنفع. فده مبدئي بس الاصلي، ان سيبه صلاح هو عارف هو بيعمل ايه. وهو شايف، وهو اللي عايش جوه ليفربول وشايف بكره فيه ايه. تمام. مش احنا.
انا وانت قاعدين هنا في القاهره في التكييف بالظبط، ما نعرفش اي حاجه من الكواليس، ولا اداره ليفربول بتفكر في ايه، ولا يورجن كلوب بيتعامل ازاي، ولا افكاره عامله ازاي، ولا فكره القدره على المنافسه من قبل ليفربول عامله ازاي. كل دي معطيات عند صلاح مش عندنا احنا. تمام صح اكيد. فدلوقتي لو رحنا مع الاتجاه اللي بيقول لا صلاح لازم يستنى عشان الكلام اللي انت قلتيه، انه حلمنا هناك انه يفضل في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم، رقم اتنين يفضل محط من الارقام القياسيه. طيب واحد عشان يفضل في الدوري الانجليزي يفضل وخلاص في الدوري الانجليزي، ولا يفضل وينافس على الالقاب؟ انت تحبي ايه؟ يفضل والسلام ولا يفضل منافسا على الالقاب؟ لا والسلام ايه بس، احنا تعودنا على صلاح كل سنه برقم جديد. صح اكيد. طيب انا بقول ده برضو بحلل مش بقول، انا هستنى رايك في لو صلاح شايف مع الدايره اللي هو بياخد فيها قرار اللي هو وكيل اعماله والناس اللي قريبين منه اللي عايشين ظروفه وحالته مستشارينه شايفين ان ليفربول خلاص مش هينافس، ليفربول بالوضعيه الحاليه ومع انطلاقه الدوري ومع رؤيه الاخرين وخلاص الاستقدامات اللي جت في ليفربول وكذا، ليفربول مش هيعرف يخبط مع ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي ولا هيعرف يبقى منافس في دوري الابطال. يبقى والسلام. يبقى ساعتها هيبقى موجود وايه؟ والسلام. والسلام. طيب طول ما صلاح فرقته بتضعف قدرته على التسجيل وتحطيم الارقام بتقل. بتضيع. والدليل الموسمين الاخرين. بالظبط. لما كانت الفرقه معجونه نجوم، ايشي فيرمينيو على ايشي ساديو ماني على ايشي مش عارف كده، كانت حاله فعلا. كان صلاح ثلاث اربع سنين هداف الدوري الانجليزي ومكسر الدنيا وكل ثلاث ايام رقم قياسي. ده مصيبه ليفربول انهم كمان بخله ما بيدعموش. مصيبه بتكلم عن الناتج. يبقى الناتج دلوقتي ايه؟ ان عندنا موسم السنه اللي فاتت كان ليس هو الموسم الافضل، صلاح لا خد بطوله مع ليفربول ولا خد هداف الدوري ولا خد هداف الدوري ولا احسن لاعب في ليفربول ولا احسن لاعب في الدوري ولا حاجه خالص. صح؟ صح. والموسم بدايته مش مطمئنة. بالظبط. الموسم بدايته ايه؟ مش مطمئنة. مستقر. فوز على فرقة عادية وصلاح أداؤه مش هو أحسن أداء. حتى الماتش اللي فات كان مزاجه كده زي ما يكون لاعب مزاجه وحش. الله يفتح عليك. مش راضي عن اللي بيحصل. وتشيلسي وشفنا تشيلسي كان فارد في الماتش ولولا التوفيق كان ليفربول ما خدش ولا بونت. فبالتالي باين الجواب باين من عنوانه. فربما يكون صلاح قاري المشهد ده وشايف إنه لو فضل كل اللي كسبه هيخسره. في اراء بتقول ليه ما يروحش برشلونه مثلا؟ انت معايا بس؟ معاك. هنا في كلام انه طب انا دلوقتي نجم ليفربول والناس بتتغنى بيا ومو صلاح ايجيبشن كينج ومش عارف ايه ومحط بالالقاب، بس موسم بعد موسم لو الكيرف ابتدى ينزل المجد اللي طلعت له هاخده واحده واحده لا قدر الله وينزل. لا قدر الله. انا مش عايز ده يحصل. بقول لك ده كل ده ربما يكون طريقه تفكير صلاح. ربما مش عايز ده يحصل. طيب لو انا عايز انط من المركب لازم يجي لي عرض حلو من نادي كبير زي ما انت بتقولي، او ان انا اروح السوق الجديد اللي بيفتح اللي هو بتاع السعوديه. طيب احنا هنكمل هنا كل اللي انا قلته ده ملوش علاقه بقى. انا اقول صلاح ايه؟ انا بقول بس رأيك. الناس اللي رافضه بتقول يا نهار اسود وقمه الغباء الكروي ان صلاح يسيب كذا، بقول لهم بس بصوا على المشهد صح من وجهه نظر صلاح مش من حبكم لصلاح.